انا برضو انا اقبل ان احنا نطلع قانون يبقى مش متوازن. احنا بنستهدف الضرر، احنا بنستهدف الاذى، احنا بنستهدف الخراب. وبقول يعني للقاضي الجليل المستشار عبد الله، من فضلك تبقى موجود معانا في الرئاسه اليومين الجايين ومعاك قائمه باسماء قضاة اجلاء من لديهم خبرات هائله في هذا الموضوع. دي تصريحات تعبير عن عقلية قادرة على فهم مقتضيات العصر، وهو الحلقات دي كلها من ثمار جهد نسائي عظيم لمنظمة الصوت الدرامي الأول. وده مذهب الجمهور. يعني ربنا ما قالش كده، انتوا اللي قلتوا. احنا مين؟ انتوا الشيوخ. ما هو في كل الكلام اللي انت قلته ده انت ما جبتش سيرة ربنا. ايوة، ما هو ده الفقه. انا بسأل عن كلام ربنا مش عن الفقه. تعبتني يا فضيلة الجلالة.